يسعد مساكم أعزائي المشاهدين نرحب فيكم بحلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي صحتك مع صغاري برنامجنا على الهواء مباشرة منرد فيه على جميع الأسئلة والاستفسارات من خلال أرقام الحلقة اللي راح تظهر أسفل الشاشة أو بواسطة البث المباشر لفضائية النجاح على الفيسبوك بحب أنوه أن برنامجنا برعاية شركة القدس للمستحضرات الطبية أحبائي المشاهدين تفرح كل امراه عند سماعها بخبر حملها وخصوصا اذا كان حملها الاول فسوف تشعر بفرحه كبيره وشوق كبير للطفل الذي سوف ياتي بعد عده اشهر ومهما تخيلت الام مدى التغيير الذي سوف يحدث في حياتها من خلال فتره حملها وبعد ولادتها فلن تستطيع توقع كل ما سيحدث في فترات الحمل بالتفصيل فكل شهر من اشهر الحمل يحمل للمراه مفاجات كثيره وتغيرات كبيره في جسمها وفي المولود. وقد لا تستطيع المراه في البدايه التعامل مع كل هذه التغيرات التي تشعر بها كل مره. لذلك موضوع حديثنا لليوم هو صحه المراه خلال رحله الحمل. ضيف حلقتنا لليوم الدكتور اسامه مرعي، استشاري امراض النساء والتوليد. واخصائي العقم واطفال الانابيب في مستشفى جامعه النجاح الجامعي. لكن قبل البدء بالحديث عن موضوعنا لليوم خلينا نعرف اكثر عن ضيفنا الدكتور اسامه. الدكتور اسامه ذيب محمد مرعي انهى دراسه الطب البشري في مدينه ميونخ، حاصل على البورد الالماني في تخصص النسائيه والتوليد، وحاصل على البورد الالماني في تخصص علاج العقم واطفال الانابيب. لديه رصيد باجراء الاف عمليات اطفال الانابيب والاخصاب خارج الرحم بنسبه نجاح عاليه، والاف عمليات الحقن الرحمي ايضا بنسبه نجاح عاليه، عمل السنوات العشر الاخيره في افضل مراكز اوروبا، وساعد الاف النساء على الحمل والانجاب، وعمل على اجراء الاف عمليات التنظير الرحمي والبطني، ومنها ازاله الالياف الرحميه باحجامها المختلفه، مع الحفاظ على الرحم وازاله اكياس المبايض مع الحفاظ على سلامة المبايض، وإزالة الخلايا الهاجرة، وإزالة أكياس الخلايا الهاجرة من المبايض، مع الحفاظ على سلامة المبايض، وإزالة تكيس المبايض، وإزالة الزوائد اللحمية من داخل الرحم، وإزالة التصاقات أنابيب فالوب، وحمل المواسير، مع المحافظة على سلامة المواسير، والمسمات بأنابيب فالوب، وإعادة فتح المواسير بعد تسكيرها تحت المجهر المكبر. نرحب فيكم اعزائي المشاهدين مجددا ومنرحب فيك دكتور اسامه يسعد مساك مساء النور وخير ما ابدا به كلامه بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لك دكتور محمود ولطاقم فضائية النجاح على هذه الاستضافه اهلا وسهلا دكتور طبعا اليوم حديثنا راح يكون عن خلينا نقول موضوع مهم جدا اللي هو الحمل رحله الحمل التي تمر بها المراه بدايه دكتور كيف ينشا الحمل وأين تبدأ نشأته؟ الحمل يبدأ عند تواجد السائل المنوي في مهبل المرأة، هنا ينطلق تنطلق مجموعة كبيرة تعد بالملايين من الحيوانات المنوية أو الحيامن كما تسمى أيضا إلى عنق الرحم وتخترق داخل تجويف بيت الرحم إلى قناتي فالوب إلى كلتا قناتي فالوب وفي الجهة التي يتم بها التبويض يتم الالتقاء ما بين الحيوان المنوي والبويضه التي تنتظر في في بوق القناه على هذا الحيوان. يتم هنا تجمع الاف من الحيوانات المنويه حول هذه البويضه الوحيده، ويتم هنا ايضا عمل جماعي لكل هذه الحيوانات المنويه التي تحاول اختراق هذا الجدار المنيع. يستطيع حيوان منوي واحد من الاختراق وعند الاختراق هذا الحيوان ودخول رأسه داخل البويضة تغلق الأبواب كاملة فلا يسمح لأي حيوان منوي آخر أن يدخل وتبدأ عملية التلقيح وعملية وأسبوع أسبوع العسل الذي يبدأ في نقل هذه البويضة الملقحة من بوق قناة فالوب في أقصى القناة بالقرب من الببيض إلى اتجاه البيت الرحم حيث يتم زراعة هذه البويضة الملقحة بعد خمس إلى ست سبع أيام في سقف بيت الرحم نعم. وتبدأ عملية التكاثر لهذا الجنين. دكتور سما يعني قبل ما نتعمق اكثر خلينا نكون نروح لتفاصيل ادق في موضوع حلقتنا رحله حلقتنا لليوم خلينا نشوف التقرير اللي أعدوه الزملاء لنا تفضل شباب لا شك ان رحله الحمل من الفترات المتعبه بالنسبه لاي امراه حامل فالى جانب شعورها بالسعاده لاستقبال طفلها الجديد الا انها تواجه عده مشاكل خلال الحمل الصحيه منها والنفسيه الأمر الذي يشعرها بالتعب والحزن في بعض الأحيان لذا لابد من اتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على صحتها وصحه جنينها وعلى المرأة الحامل الاهتمام بتناول المكملات الغذائية كالفيتامينات المخصصة لتطوير النخاع الشوكي والأعصاب لدى الطفل والذي ينصح الأطباء بتناولها قبل اتخاذ قرار الحمل ويجب التأكد من أن هذه المكملات تحتوي على الأقل 30 ملغ من الحديد وبين 600 إلى 800 ميكروغرام من حامض الفوليك علما أن حامض الفوليك لديه القدرة على تقليل خطورة ظهور العيوب الخلقية لدى الجنين والتحفيز على التطور الطبيعي للخلايا وبالإمكان يمكن الحصول عليه من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية به مثل العدس والفاصولياء الحمراء والسبانخ والحمضيات أما الأمور التي لا بد للمرأة الحامل من تجنبها خلال الحمل حفاظاً على صحتها تتلخص بضروره التوقف عن التدخين، اذ يؤدي الى نقص في الاكسجين الذي يصل للجنين داخل الرحم، وعليها الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي كميات كبيره من النيكوتين، وان لا تتناول ادويه دون استشاره الطبيب، اضافه لتجنب ممارسه تمارين الرياضه القاسيه لعدم حدوث اجهاض في بعض الاحيان، كما وعليها تجنب التعرض للمواد الكيماويه كالمواد التجميليه وبعض انواع صبغات الشعر والمنظفات المنزليه. ولضمان صحة المرأة الحامل لابد لها من المتابعة مع طبيب مختص طيلة فترة الحمل لاستمرار متابعتها بأدق التفاصيل والحصول على الاستشارات الصحية المناسبة. شكرا للزميلة مراح على التقرير اللي أعدته بخصوص حلقتنا لليوم. دكتور أسامة بنرجع ل يعني خلينا نقول بداية التعرف على الحمل إن المرأة حامل أو لا متى يعني كيف يتم معرفة من خلال أي فحوصات إن المرأة حامل أو لا بخصوص التعرف على الحمل لابد من التنويه إلى حساب فترة الحمل كيف تتم يعني أود أن يعني ونوه إلى ثقافة جديدة موجودة في طريقة حساب الحمل وهي ليست بالأشهر وإنما بالأسابيع نعم. وهذه هي الأدق وهذه المتبعة أيضا عالميا وحتى بين عامة البشر في خارج نحكي خارج نعم. البلاد فيبدأ حساب الحمل بداية من اليوم الأول للدورة وتعني الدورة هنا الدورة الشهرية ولا يعنى بها فترة الحيض الخمس ست ايام، وانما الدورة نعم. الشهرية من يوم الاول لليوم 28 ان كان طول الدورة 28، اذا عندما نتكلم عن الدورة نتكلم عن 28 يوم، فحساب الحمل يبدا من اليوم الاول للدورة ويستمر إلى 280 يوم، 40 أسبوع كل أسبوع سبع أيام و10 أشهر، لماذا 10 نعم. أشهر وليس تسع أشهر كما هو متعارف عليه؟ لأنه الحساب يبدا من اليوم الأول للدورة و عند قدوم او عند عدم قدوم الدوره القادمه بعد اربع اسابيع يكون مضى شهر كامل لا يحسب في المنطق العام المتعارف عليه هنا فبعد اسبوعين من قدوم الدوره نعتقد وجود التبويض وهنا تبدا حياه الجنين باندماج الحيوان مع البويضه من للإجابه على سؤالك نعم. دكتور محمود من الاسبوعين يعني من فتره التبويض وعمليه التلقيح نتكلم هنا عن اسبوع يتم في الغرس نعم. واربعه يعني اسبوعين بعد هذه عمليه التلقيح يمكن ان نتعرف على وجود حمل داخل الدم نعم. ثلاث اسابيع من فتره التبويض يمكن أن نتعرف على وجود حمل داخل البول. نعم. أربع أسابيع من فترة التبويض يمكن أن نتعرف على وجود حمل في التصوير الصناري. طب دكتور أسامة يعني متى يتم رؤية كيس الحمل خلال نعم. التلفزيون؟ يعني خلال فحص ل... نعم. الصورة التلفزيونية؟ يعني كما ذكرت آه آنفا أربع أسابيع. نتكلم نعم. على ثلاث أسابيع بعد إيش؟ عمليه التلقيح يعني بدايه الاسبوع الخامس نعم. لو نتكلم الان عن اسابيع الاسبوع الخامس اذا عندنا اربع اسابيع اللي هي فتره الدوره الكامله 28 يوم يضاف عليها اسبوع نحن الان في الاسبوع الخامس يمكن ان نرى كيس حمل نعم. في الاسبوع السادس ممكن ان نرى الجنين ونرى دقات القلب اذا انه في الاسبوع السادس يتكون القلب يتكون الراس الرقبه نعم. وفي الاسبوع السادس ايضا يبدا تكون ال في نهايه الاسبوع السادس ال العظام ال الهيكل العظمي هيكل عظمي هيكل عظمي نعم, نعم اسبوع بعده الاسبوع الثامن تبدا تتكون العضلات كما ذكر في القران طيب دكتور اسامه خلينا نروح لسؤال حساس شوي بالنسبه لتحديد الجنس الجنين من أين يأتي تحديد جنس الجين؟ من الأب أم من الأم؟ أو وما هو المفهوم العلمي الصحيح في هذا الموضوع؟ يعني المفهوم العلمي الصحيح أن الرجل يحمل 46 كروموسوم منهن يعني منهن الكروموسوم X وواي نعم و وواي نعم والمرأة تحمل 46 كروموسوم منهن الإكس X والإكس X. الإكس و والإكس والإكس وال موجودات في في البويضة وفي الحيوان المنوي نعم آه المعروف والمتعارف عليه ان الرجل هو الذي يحمل الصفه الوراثيه للذكوره بما انه يحمل الواي، نعم والواي لا تؤدي الى الذكر. فبمجرد تلقيح البويضه بحيوان منوي حامل للاكس والواي وليس الاكس والاكس، والرجل قادر ان يكون لديه اكس واكس واكس وواي، فيحدث آه فيحدث عندنا هنا جنين ذكري. لكن آه برأيي انا برأيي الشخصي وبما اطلعت عليه أن البويضة أيضا لها دور في تحديد الحيوان المنوي الذي يدخل بها السلام. نعم وهي ترسل شفرة أو ترسل رسالة مشفرة للحيوان للحيوانات المنوية حولها والذي يستطيع أن يحل هذه الشفرة يدخل فرأي أن البويضة قادرة على التحديد بمعنى أن المرأة متكافئة مع الرجل في تحديد الجنس لكن خلينا نكون نسبة قليلة جدا يعني بس بظل الدور الأهم للرجل برأيي أنا أنه نسبة المرأة أيضا عالية طيب دكتور ما مدى صحة المقولة اللي بتقول آه ثلثين الولد لخاله آه يعني الصدق أنه هذا كلام تراثي كلام برأيي أنا وبمعرفتي وبما اطلعت عليه أنه كلام رائع جدا في صميم العلم والمعرفة وخاصة لو نظرنا إلى البويضة البويضة هي بناء كبير بالمقارنة بالحيوان المنوي الحيوان المنوي لا يتعدى عن حمله للصفة الوراثية فقط البويضة وهو وآلاف الحيوانات المنوية لو التفوا حول البويضة فتكون منطقيا بويضة يعني بحجمها اكبر بكثير من الحيوان المنوي. نعم. البويضه تحوي في داخلها السائل السائل البلازماتيكي، تحوي بداخلها الكروماتيد الميتوكروماتيدات، نعم. الريتوكولوم وكثير من العضيات الداخليه التي تحدد فيما بعد في صفات الجنين، فهي تحمل صفات اكثر واكثر للجنين من الحيوان المنوي الذي يحمل فقط ال 46 كروموسوم، فبالتالي تكون الانطباع على الجنين من الام برأي اكثر من الاب لهذه لهذا السبب نعم يعني اللي بنفهمه انه طبيعه الجنس يعني ذكر وانثى بيكون اكثر جاي من الاب ولكن تحديد المظاهر الخارجيه للجنين هي ياتي من الام يعني كثير من الصفات الوراثيه التي لا تاتي الا عن طريق الميتوكوندريا مثلا اللي هي اجهزه الطاقه في الجسم لا تاتي الا عن طريق البويضه وبالتالي عن طريق الام طيب دكتور هرمون تثبيت الحمل يعني هرمون مهم جدا خلينا نحكي ما هي اهميته؟ في بدايه الحمل عندما نتعرف او نعرف ان هناك حمل لدى الام الحامل نقوم بفحص عده هرمونات، من الهرمونات التي نفحصها هي هرمون تثبيت الحمل اضافه الى هرمون الحمل بنفسه وشخصيا يعني بنصح وبعمل بفحص هرمون الغده الدرقيه خلينا نحكي احنا تفضل اه تفضل بالنسبه لهرمون تثبيت الحمل اهميته لمعرفه كم من الطاقه التي يحتاجها هذا الجنين لكي يبقى ولكي يستمر في الحياه وهل ينقصه فنضيف عليه سواء كان بجرعات عن طريق الفم او مهبليه او شرجيه نعم. او في العضل او تحت الجلد. طيب هرمون تثبيت الحمل ما هو؟ يعني خلينا نفهم المشاهدين اعزائي ما هو هرمونه؟ يعني هو و واذا صار في خلل فيه، ماذا يترتب على هذا الخلل؟ خلينا نحكي يعني. يعني هرمون تثبيت الحمل نسميه احنا هو الجسم الاصفر نعم. هو البروجسترون هو ياتي في ال في في النصف الثاني من الدوره عند المراه نعم. نتكلم مره ثانيه عن 28 يوم في النصف الاول هو ازدياد حجم البويضه نعم. في النصف الثاني هو ايش؟ تهيؤ بيت الرحم على استقبال هذا الجنين وهرمون فحص هرمون تثبيت الحمل البروجسترون يحدث تدريجيا مع بدايه الدوره وياخذ مسار بالارتفاع بعد التبويض لتحضير بطانه الرحم على استقبال هذا الضيف الجديد ولت تأت منع وجود دوره جديده مثلا طب اي خلل ممكن يصير في يعني في مثلا مرضى اجوا على حضرتك مثلا في عندهم خلل في هذا الهرمون وماذا يترتب على هذا الخلل يعني ولا يعني نقوم في فحص هذا الهرمون في الدم فحص الدم ان كان حمل طبيعي بمعنى نعم. ان هناك بويضه واحده في فرق بين حمل طبيعي بويضه واحده او حمل عن طريق تنشيط المبايض لأن يعني اكثر مبيضة نستطيع ان نتعرف على هذا الهرمون، الهرمون هذا لو كان فحصه في الدم 10 نانوغرام برميلتر يكفيني ان اقول انه عندها وضع جيد اذا لم يصاحب هذا اعراض اخرى مثل نزول الدم. نعم نزول الدم يعني انه العشره نسبه العشره الموجوده في الدم هنا لا تكفيها لا بالرغم كافية. انه هو بشكل نعم. عام يكفي، معناته ايش بقوم باضافه هرمون عن طريق احدى الطرق التي ذكرتها. دكتور اسامه انت حضرتك نوهت انه من بين الهرمونات اللي هي هرمونات الغده الدرقيه. نعم. ما اهميه هرمونات الغده الدرقيه على الحمل وسلامته؟ نعم، يعني احنا بنتكمل نتكلم على الغده الدرقيه عند الطفل متى تكتمل؟ لو نسال هذا السؤال، تكتمل في الاسبوع 12. يعني معناته في الاسبوع الاول الاسبوع 12 الطفل لا يمكن لديه ان يستفيد من هرمون الغده بنفسه او ينتجه نعم. معناته هو معتمد على الام لذلك في بدايه الحمل ورايي انا رايي الشخصي ومعرفتي وخبرتي بتقول ايش قبل الحمل ينبغي ان تعرف ان كان هناك نقص في الغده الدرقيه عند الام ام لا وعلاجها وهذا يساعد ايضا على الحمل وكثير من حالات عدم الحمل تكون هناك هبوط في الغدة الدرقية فتحتاج الأم إلى هذا الهرمون فبما أنه الجنين لحد الأسبوع 12 ما عنده هرمون الغدة الدرقية بحاجة له والأهمية هنا للطفل أنه بيساعده على تكوين وخاصة العقل يعني هناك مرض معروف في العقل يصيب الأطفال الذين كانت أمهاتهم يعاني من هبوط شديد في الغدة الدرقية ويكون يعني عقليا شيئا ما اقل، فانصح هنا في بدايه الحمل معرفه نسبه الغده الدرقيه، وهنا ارى ان لدى الام الحامل او الام التي ترغب بالحمل هرمون الغده الدرقيه ليس كما هو متعارف من تقريبا واحد الى اربعه، وانما برايي انا اقل من واحد ونص وافضل يكون حدود الواحد بخلاف عن الرجل أو المرأة التي لا تريد أن تحمل فنقوم إن كان هو نسبة نقصانها عالية نقوم بإعطاء هرمون الغدة الدرقية سواء 25 ولا 50 ميكروغرام لليوم ونقوم بفحص بين 4 إلى 6 أسابيع لاحقا حتى نعرف إنها استفادت منها طب دكتور أسامة يعني في آه يعني ستات ما بيعانوا من نقص في الهرمونات في هرمون الغده الدرقيه يعني هل هون الحمل هو بكون السبب في انه صار نقص في هرمون الغده الدرقيه كي. والسؤال الثاني انه يعني مر الحمل يعني اجت المريضه وحضرتك كتبت لها دواء اللي هو هرمونات الغده الدرقيه الانتصفيق. وانتهى الحمل بسلام خلينا نحكي هل يجب ان تستمر على هذا الدواء جميل. ام انها بتوقفه وبرجع يعني الوضع طبيعي زي اول نعم يعني المراه الغير حامل هي تحتاج الى نسبه معينه من هذا الهرمون لصحتها العامه في حدوث الحمل في حاله حدوث الحمل هي تحتاج الى نسبه اكثر لانها تحتاج لنفسها وللجنين نعم فبالتالي ايش الاحتياج بيكون اكثر وبالتالي النقص عليها بيكون اكثر ولا بد من مراعاته اما الى اي مدى هي تحتاج هي تحتاج للاسبوع 12 على كل الاحوال للجنين لانه بعد هذه الفتره الجنين يستطيع ان يكون لكن برايي الشخصي ان انه تستمر لنهايه الحمل وليس ذلك فقط وانما حتى نهايه الرضاعه حتى تعطي وليدها ايضا الهرمون بالحليب لانه طيب دكتور توقيف الدواء الثايروكسين او الدواء اللي يعني خلينا نحكي المختص في او اللي بيعوض المراه عن نقص الهرمون آه، كيف الست يعني بتوقفه؟ هل بعد الحمل بتوقفه مباشره؟ يعني انا انا ركزت على الموضوع هذا لأنه موضوع مهم لانك حضرتك حكيت انه نقص الهرمون هذا ممكن يكون سبب في عدم خلينا نقول سلامه الحمل وممكن يكون في ناس كثير مش منتبهين له يعني انا لا. مر يعني مر علي حالات كثيره الهرمون لا. هذا قليل اللي بيركزوا عليه وممكن يكون هو سبب المشاكل اللي بتصير في الحمل هلا خلينا نحكي يعني بعد بعد الحمل توقيف الـ الـ الادويه هاي هل يتم يعني من قبل نقول اختصاصي الغدد ام مثلا من قبل يعني اختصاص يعني اختصاصي, يعني اختصاصي الـ 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 النساء والتوليد خلينا نحكي نعم هو ان كان النقص بسيط فيكفي بمعرفه طبيب النساء والتوليد و إن يوقف لها الدواء خلاص إن هو اللي كتب لها هو نا. اللي هو اللي بتوقف يكتب لها اول شيء آه. انه يعطيها الدواء يعطيها الدوار. اه في آه. انا بعد كل اربع الى ست اسابيع لا يعني انا احبذ للمراه الحامل ان يعني يتم مراقبه هذا الهرمون وبناء على الفحص يتم زياده الجرعه او تنزيل الجرعه، ورايي الشخصي زي ما حكيت لك انه لحتى نهايه الرضاعه لحد نهايه الرضاعه طيب دكتور اسامه متى تنصح المرأة بالتوجه إلى الطبيب المختص المرأة الحامل توجه إلى الطبيب المختص يعني بداية إن شعرت أنها حامل سواء بانقطاع نعم. الدورة بعد 28 يوم كانت متوقعة أن تأتي ولم تأتي أو ظهر عليها أعراض الحمل يفضل أن تذهب إلى طبيبها كي يعرف إن كان عندها حمل وأيضا أين الحمل موجود إن كان داخل الرحم أو خارجه وأيضا قوة هذا الحمل وان كان بحاجه الى دعم سواء كان بهرمون الغده زي ما حكينا او هرمون التثبيت او فيتامينات آه آه تنقصها او غير ذلك. دكتور في انا عندي سؤال يعني خلينا يعني الـ الـ في مفهوم برا انه يعني خلينا نقول في دول خارجيه وممكن بلش هذا المفهوم يكون هون انه الطبيب اللي بتابع المراه هو الذي يجب ان يقوم بعمليه الولاده في المستشفى، هل هذا يعني مهم؟ ولا بالشرط يعني ممكن أنه الدكتور أخصائي النسائية والتوليد يتابع المرأة فترة الحمل وممكن أنها تولد عند يعني خلينا نقول أخصائي آخر هل لهذا تأثير؟ يعني أعتقادي إنه التأثير يعني الميزة فيه بتكون ميزة نفسية للمرأة أنه نعم. طبيبها رافقها خلال عشر شهور من الحمل نعم. فإن كان هناك حيثيات معينة بيكون أعلى منها لكن أعتقادي أنه الولادة يعني بشكل عام 99% غير ضرورية إنها تكون نفس الطبيب اللي تابع خلال الحمل دكتور أسامة في معنا اتصال في الاستوديو خلينا نستقبله مع بعض مساء الخير مساء الخير مساء النور تفضل سامعينك ممكن تبعد عن التلفزيون لو سمحت احنا عشان نسمعك يعني من خلال الهاتف مش من خلال التلفزيون بعدت تفضل في مرتي انا كانت حامل حملت اربع مرات ونزلت وقالوا لنا انه يعني الحمل سووا الغده الدرقيه الفحص سوينا الفحص وطلع كويس الفحص قالوا لنا بدكم تسووا فحص التخثر تخثر الدم نعم وبعرفش يعني الفحص في فحص اولي وفحص ثاني نعم دكتور سامي اذا في عند حضرتك اي استفسار حابب تسال الجريزي. اه تفضل كمل نعم. سامعينك كمل نعم ايش هو سؤالك؟ سؤالي انه ال فحص التخثر اذا طلع معها تخثر آه لا في قالوا لها بدهم يعطوها اللي هو آه ابر لطول فتره الحمل. نعم. هذول الابر آه فيش يعني شيء ثاني غير الابر مثلا آه عن طريق هلا يعني انا فهمت من سؤالك انه في مشكله، آه المشكله انه يعني زوجتك آه يعني كان عندها اربع مرات حمل آه غير سليم يعني غير ناجح. آه بس بيستمر الحمل بستمر الحمل لمده اربع شهور اربع شهور دنجل. بعدين ينزل طيب آه من يعني آه بحثوا عن مشاكل في الغده الدرقيه ما لقوا بس هلا آه هل يعني حطوا آه الدكاتره بيبحثوا عن مشاكل في الدم في خلينا نقول آه يعني مشاكل آه في الدم آه طيب قبل ما تسال عن المميعات هاي يعني انت آه انا متاكد حاب تسال الدكتور آه اسامه يعني ما هي الاسباب اللي ممكن تعمل زي هيك مشاكل وشو الفحوصات الاخرى آه او ما هو خلينا نحكي يعني الاجراءات الطبيه اللي ممكن تكون منظمه اكثر لاكتشاف المشكله قبل ما أن نحكي عن الابر والمميعات لشان لسه ما نعرف السبب يعني ممكن سبب ثاني غير التخطر او عشان هيك احنا راح ان شاء الله نجاوبك على هالسؤال، شكرا على اتصالك وظلك تابعنا ان شاء الله، هلا هل مباشره راح نجاوب على السؤال هذا ان شاء الله، يسعد مساك. يسعد مساك. دكتور اسامه شو رايك؟ بدايه شكرا للسيد المشاهد على هذا السؤال، وهو حقيقه من مشاكل الحمل الخطر. يعني السيد المشاهد بيتكلم عن تنزيل متكرر عند زوجته نعم بيتكلم عن تنزيل في المرحله الثانيه من الحمل لو نوهت احنا لمراحل الحمل ان هناك ثلاث مراحل للحمل المرحله الاولى اللي هي من الشهر الاول للثالث يعني لحد نهايه الاسبوع 12 بعدها لحد تقريبا ال 28 اسبوع بنتكلم على المرحله الثانيه والمرحله الثالثه من 28 اسبوع لحد ال اسبوع نعم. في الثلاث مراحل هنا نجد ان المرحله الاولى هي اخطر المراحل فيما يخص التنزيل المتكرر بمعنى انه ان دخلت المراه الحامل الاسبوع 13 اللي هو المرحله الثانيه من الحمل تنزل نسبه التنزيل عندها الى 65% نعم معناته الخوف من امور التجلطات او امور الالتهاب الامور المشاكل الجينيه مثلا بخف بشكل قوي جدا ف بحسب السؤال زوجته كانت نزل في الشهر الرابع الشهر الرابع هو المرحله الثانيه فالمرحله الثانيه هاي بتكون في كثير من الاحيان سبب تنزيلها انه عنق الرحم اللي هو كما هو معروف في بدايه الشهر الرابع في الاسبوع 16 هرمون البروجسترون مثلا نعم يعمل على ارتخاء في جدار الرحم وارتخاء في عضلات المراه حتى يستطيع ان يستوعب بطن المراه هذا الكم الهائل نعم. من الانتفاخ في نعم. في جسم الرحم ولكن في المقابل يعمل البروجسترون اللي هو الجسم الاصفر ومر التثبيت على انه عنق الرحم يكون قوي شديد ويتم يعني يتم وضعه في, في الخلف من المهبل نعم. حتى لا يكون هناك معرض للالتهابات ولا معرض لايش دخول التهابات في داخل بيت الرحم فهنا في المرحله الثانيه من الحمل اسبوع 16 وزائد او زي ما تفضل السيد المشاهد شهر الرابع يكون المشكله في اغلب الاحيان في عنق الرحم ويتم في ارتقاء سواء كان موضوع لا. هرموني او التهابات او انه هناك مشكله في عضله عنق الرحم وهنا انصحنا ان كان تكرر هذا الشيء في المرحله الثانيه من الحمل انصح للمراه التي تعاني من هذا بهذه المشكله في الاسبوع 14 عمل ربطة العنق الرحم نعم وهناك أكثر من نوع والأطباء زي ما رأيت أنا بفلسطين عندهم خبرة رائعة فيها هنا عمزيز. سواء كان في المستشفيات الصحة أو الخاصة نعم. وعليها التوجه في بداية الحمل أسبوع 14 عمل الربطة ومعالجة الالتهابات الداخلية إن نعم. كان هذا هو السبب لكن التجلطات إن كان هناك تجلطات وكما هو سألني وبحاجة إلى إبرة التجلطات ما تسمى الكليكساني أرى أنه لا بديل عنها لا بديل عنها طب شكرا دكتور اسامه انا بتوقع يعني المشاهد استفاد جدا من الجواب اللي حضرتك او النصيحه الطبيه اللي حضرتك اعطيتنا اياها. يعني. دكتور اسامه في معنا كمان اتصال، مساء الخير. مساء الخير، سامعينك. مساء الخير. مساء الورد، تفضل، يسعد مساك. أه بدي اقول لك يا دكتور انه هي حملت اول مره. حش. ونزلت المره الثانيه حملت واكتمل الحمل يعني وصلت الجنين وعايش المره الثانيه نزلت المره الثالثه حملت طبيعي يعني واجل المولود المره الثالثه الرابعه نزل الحمل يعني مرتين ولا بعضهم بعد المره الاخيره يعني أول مرة كان حمل مواسير نعم نعم. ونزل المرة الثانية أجا اكتمل وأجا يعني الطفل المرة الثانية نزلت الرابعة أجا يعني وصل الجنين المرة الخامسة والسادسة نزلت في الشهر الرابع. طيب هو الدكتور أسامة يعني خلينا نقول أعطى نصيحة طبية واضحة في هذا الموضوع وإحنا بننصحك أنك تراجع طبيب اختصاصي في هذا الموضوع وتوقع راح يساعدك إن شاء الله. طب دكتور أسامة أنا حابب أسألك سؤال عن أو في عندك تعقيب على ال يريد بداية أنا أشعر معك بال الأرق اللي بداخلك لتنزيل زوجتك وهذا حقك، لكن أرى إنه وضعك أو وضع زوجتك لا يمكن علاجه في مثل هذه هذه العجالة، فأعتقد من الأفضل إنك تتوجه لمركز من مراكز أطفال الأنابيب في فلسطين حيثما تعيش، وإعتقادي إنه مراكز يعني علاج العقم هم أفضل الأطباء الذين يمكن أن يساعدوك في هذا في هذا الشيء. فنصيحتي لك حتى يتم اخذ التاريخ المرضي بشكل صحيح معاينه الفحوصات كامله ومعاين زوجتك ومعاينتك وبالتالي ايش وضع اليد على المشكله وايجاد الحل السليم فبشكرك لاتصالك وبتاسف على عدم دخول في حيثيات موضوع زوجتك طيب دكتور اسامه نرجع لموضوع رحله الحمل ما هي مراحل الحمل يعني كما اسلفت سابقا هناك ثلاث مراحل الحمل نعم. المرحله الاولى وممكن أن أعقب على المرحلة الأولى مثلا تتكون من هي من الأسبوع الأول الأسبوع 12 يعني الملفت للنظر للقارئ في هذا المجال أنه يعرف حتى الأسبوع الثامن من هذه المرحلة يكون الجنين البشري مشابه إلى حد كبير للجنين الثدييات بقية سبحان الله والتشابه بوجود الذيل بعد الاسبوع التاسع يختفي هذا الذيل ويبدا الجنين البشري يشق طريقه في التكون كما يتم عليه لاحقا الولاده. اذا هذه المرحله الاولى لا. وفي هذه المرحله يتم في حتى الاسبوع التاسع اكتمال تكون الاعضاء. نعم. الاعضاء الجنين تكتمل وجودها ولذلك يتغير اسم الجنين في معرفتنا العلميه من امبريو إلى فيتاس نعم. الحقيقة حاولت أن أجد مرادف في اللغة العربية لم أجد للأسف ولكن سأعمل على ذلك إن شاء الله فيتغير. يتغير نعم. هذه المرحلة الأولى المرحلة في المرحلة الثانية تبدأ إيش من الأسبوع 13 للإسبوع ثمانية نعم. وعشرين تقريبا وفي هذه المرحلة تبدأ آه عند الجنين آه حاسة آه السمع تتكون نعم. بشكل جيد آه العيون تتكون بشكل آه جيد آه لكن فتحة العين تبدا تفتح في نهايه هذه المرحله في الاسبوع تقريبا 26 27 نعم. آه الجنين في الاسبوع 13 آه الحنجره وال آه والاحبال الصوتيه تتكون بشكل جيد يبدا يشرب السائل المنوي وايش يقوم ب آه يحدث مع اللي هي آه انه انه عندما الواحد يشرب كثير زعزيقه بنسميها بالعاميه نعم. ما بعرف ايش اه فتبدا الام في الاسبوع 14 15 تبدا تسمع هذا هذا هذه الحركات من الجنين نعم. فهنا اوصفها انا شخصيا بان ان الجنين في هذه المرحله يتكلم مع الام في الاسبوع 19 مثلا في هذه المرحله الثانيه وهي مرحله رائعه جدا اه يبدا الامعاء عند الجنين بالعمل ويبدا ايش يستقبل نعم. الكم الهائل من السائل الميت الراس ويشربه ويبدا يتعامل معه كايش عمليه اعاده اعاده نعم في نعم. في هاي المرحله يبدا عمل الأمعاء ولكن اخراج الاخراج لا يتم الا بعد عشرين اسبوع بعد نعم. الولاده نعم المرحله الثالثة, الثالثه هي مرحله ازدياد في الاعضاء نعم تكون كامل للاعضاء سواء كانت في نتكلم على الخلايا العقليه مثلا الجفن ال القلب نعم. حجراته تكتمل قريبه من الولاده العضلات العمود الفقري العظام نعم. طب دكتور ما هي الفحوصات التي يجب على المراه الحامل يعني القيام بها في كل مرحله من هذه المراحل يعني بداية فحص بسيط جدا وهو فحص البول وفحص نسبة الدم يعني اعتقادي نعم. أن هذا هو شباك لكثير للتعرف على كثير من الأمراض نسبه الدم نتكلم هنا عن الهيموجلوبين كم نسبته ضروري جدا انه يكون نعم. نسبه جيده جدا والصفائح الدمويه نعم. يعني هاتان الفحصان نعرفها ايش من نسبه الدم نعم. والبول نتعرف ان كان هناك سكر مثلا في داخل البول او كان في بروتينات يعني سبب من اسباب لاحقا لضغط الدم او لاحقا لتسمم الحمل يعني شغلات بسيطه او اذا كان هناك بكتيريا او ما شابه ذلك هي فحوصات بسيطه جدا نعم. اعتقادي عدا عن الوزن والضغط وال طيب دكتور اسامه يعني حكينا عن الاعضاء وتكون الاعضاء للجنين على المراحل الثلاثه متى يمكن التعرف على جنس الجنين جنس الجنين يعني في الاسابيع الاولى يتم تحديده ويتم ويظهر لكن لا يظهر لنا بالعين المجرده أه. عن طريق الالترساوند عن طريق التصوير أه. الصناري لكن حسب جهاز التصوير وحسب خبره الطبيب اعتقادي من بالشهر الرابع من الاسبوع 14 لا. 15 16 يمكن ان نبدا في التعرف مع اللفت النظر الى ان امكانيه الخطا وارده انا رايي انه هناك 5 الى 10% امكانيه خطا وهذا ليس عيب في الطبيب لانه الجهاز التناسلي الذكري والانثوي في هذه المرحله قد يكون متشابه اذا ان الجهاز الذكر عند عند الطفل قد يكون متشابه مع مع جهاز تناسل الانثى والخصيتين قد قد يكون هناك تشابه مع شفتين المهبل هذا هو السبب يعني اللي بكون خلينا نحكي انه في ناس كثير مش ناس كثير يعني نسبه قليله خلينا يعني نقول بكون الاطباء حكي لهم انه في عندك ذكر او انثى بس بعد الولاده بيطلع الدكتور بيفاجئه يعني خلينا نقول نعم. يعني انه لا انت عندك مش بنت عندك ولد يعني هل هي سبب في ال5% في هدول الخطا ام هناك اسباب اخرى خلينا نحكي خبره الطبيب وان كان برضه ايش الطفل نفسه عنده عنده مشاكل في هذه المنطقه من الجسم طيب دكتور يعني ايش النصيحه اللي بتقدمها لكل مراه في كل مرحله من مراحل الحمل يعني بدايه يجب على المراه ان تكون سعيده بهذا الحمل وتنظر اليه انه ليس مرض وانه شيء جميل في حياتها أن تتمتع به غيرها يتمنى هذه اللحظات نعم آه إن علمت أنها حامل أن تراجع الطبيب وتتبع إرشادات الطبيب الأطباء هنا كما يعني أود أن أؤكد بمعرفتي بهم يعني على مستوى عالي من العلم والمعرفة وبالتالي الأمر آه النظام الطبي عندنا جيد فنستفيد في فترة الحمل النصائح الطبية دكتور يعني غير يعني هو اجراء خلينا نحكي يعني في كل يعني كل مرحله من المراحل احنا حكينا ما هي فحوصات اللي, اللي, اللي لازم تعملها يعني في البدايه بس مخاطر كانواع يعني خلينا نقول ما هي مخاطر أوه. أوه. هذه المراحل المرحلة المرحلة احنا تعرفنا على المراحل الثلاث في المرحله الاولى نعم. وهي مرحله اخطر ما يكون فيها هو عمليه التنزيل تكون نعم. مرحله يعني شديده الخطوره في هالناحية مثال يعني أنا لا أنصح في هذه المرحلة المرأة مثلا أن تقوم بعمل إجازات طويلة مثلا نعم دكتور سامي خلينا نستقبل اتصال بعدين بنكمل إن شاء الله رب. على المراحل بعد إذنك طبعا تأسف على المقاطعة آه مساء الخير مساء الخير السلام عليكم ممكن أشارك يا دكتور تفضل آه آه طبعا سامعينك يسعد مساك آه شو التغييرات اللي بتطرا على نقص وزن وزن الجنين في حالة المرأة التي تتغذى غذاء كامل يعني هل أي غذاء يفيد الجنين ولا يعني قصدك ما هي ما هو طبيعه الغذاء اللي يجب ان تلتزم به المراه الحامل وكيف يكون تاثيره على الجنين؟ اه يعني اي غذاء بفيد الجنين في نفس الوقت يعني نعم شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا على اتصالك دكتور اسامه آه شكرا على هذا الاتصال ايضا هو سؤال جيد آه ارى ان التغذيه شيء اساسي في لصحه المراه بدرجه اولى ولصحه الجنين ولتكون الجنين الجسدي العقلي نعم. وايضا رأيي ايضا النفسي فعلى المراه الحامل ان تهتم بهذه الناحيه من توازن في الغذاء من البروتينات والكربوهيدرات والدهنيات والسكريات والفيتامينات من نتكلم بلغه الطعام من اللحوم نعم والاسماك التي تحتوي على على اليود والخضروات والفاكهه والشوربات نعم وهذا ايضا يؤثر على ليس على صحتها وصحه الجنين وانما ايضا على نمط حياتها بشكل جيد لكن لا ارى ان تقوم الام الحامل بتناول الطعام وكانها تتناول لشخصين بدل شخص وإنما تتناول ما ترغب به وما تستطيع عليه ولا تتناول الطعام مرغمة لأنها تشك وتظن أن ذلك هو جيد نعم طيب دكتور أسامة نرجع لخلينا كل مخاطر أو مخاطر كل مرحلة من مراحل الحمل إحنا بلشنا في المرحلة الأولى نعم. المرحله لازم زي ما حكيت لك يعني انا برايي انه هي مرحله من اخطر المراحل لتك... لزياده نسبه التنزيل نعم. فلا بد ان تراعي المراه في هذه المرحله ان ما يحدث عندها ارهاق شديد السفر لمسافات بعيدة لا نعم. يكون نعم. ومثلا على موضوع السفر هي أفضل فترة للسفر مرة وعمل إجازة خارجة هي المرحلة الثانية الثانية, الثانية نعم. لأن هي أقل مرحلة خطورة وزي ما ذكرت سابقا تنزل نسبة الخطورة فيها إلى 65% بعد انتهاء الأسبوع 12 أو تدخل المرحلة الثانية نعم. سكر الحمل من المخاطر اللي يصيب هذه المرحلة الثانية مثلا نعم. بداية على تسمم الحمل برضه ممكن ولا ننسى موضوع الغثيان والتقيؤ الذي يبدا في المرحله الاولى وقد يستمر الى بدايه المرحله الثانيه طب ما علاج الغثيان بداية يعني نساء كثير بيعانوا من الغثيان وما في حل يعني, يعني هو مرض هو مرض هرموني ويحدث ما بين الاسبوع 8 لاسبوع 16 تقريبا في هذه المرحله يعني ايش؟ نتكلم عن النصف الثاني المرحله الاولى والنصف الاول المرحله الثانيه او قسم المرحله الثانيه علاجه حسب قوته ان كان شديد لدرجه انه لا تستطيع المراه ان تمسك شيء في داخل معدتها، ارى هنا ان تدخل الى مستشفى ويقوم تغذيتها عن طريق الوريد، اما ان كان بسيط هناك الادويه سواء كان عن طريق آه. الفم او عن طريق الشرج لعلاج الغثيان وطريقه ايضا المعيشه تلعب دور. دكتور اسامه خلينا نشوف الاستطلاع الراي اللي عملناه بخصوص رحله الحمل وسلامه المراه في هاي الفتره. تفضل. بداية هي أول ما بتبلش تحمل بتخاف إنه يكون الجنين منيح ولا لا بتطمن بس يصير عنده نبض اللي هي أول شهرين من عمر الجنين بعدين بتبلش بتغذية نفسها هي إنه إيه الجنين كبير مش كبير بس تروح عند دكتور بعدين جنس الجنين بيكون شوي في عند بعض الستات واهم شيء بتكون فتره الولاده يعني بتخاف انها تولد طبيعي قيصري او انه لا سمح الله يصير معها مضاعفات او اذا عملت فحص دم فحص حديد يكون عندها دم حديدها ودمها ناقص فيه اكثر الشغلات بتخاف منها المراه يعني الحامل بتخاف اولا من الاوجاع اللي بيجيها بعدين من الطلق من الحمل في بيتعبوا كثير ناس كثير كثير بيتعبوا في بيجيبوها طبيعيه يعني ما بيتعبوا فيها وفي ناس بيجيبوها بتقول تصعب تخاف انه مثلا تنزل او اي يعني طارق يصير عليها مثلا توقع ينزل عليها مثلا شيء مثلا مش مش مالوف يعني مش طبيعي بتخاف من يكون عندها مثلا ولد معاق الاجهاد انها تجهد اكثر إشي طبعا انها توقع كمان اكثر إشي أهمية الغذاء تحافظ على نوعية الغذاء من ناحية النوعية مش الكمية طبعا نوعية الغذاء اللي يكون غذاء متوازن وصحي هي أهم شيء يكون طبعا في عندك مرض الضغط وإجهاض بتخاف منه هاي الشغلات لازم تمارس تمارين الرياضة هي هاي الشغلات تدير بالها منها والتغذية طبعا طبعا المجهود اللي بتعمله بعدين المرأة الحامل أول ثلاث شهور بكون في خطر على البيبي وبالشهر الثامن فالمفروض بهدول الاول ثلاث شهور يكون راحه إلها وبالشهر الثامن يكون راحه وبعدين الرياضه للست الحامل هلقيت انت تطلع على التلفزيون بتشوف اللي عند الاجانب المراه الحامل بتسبح بتلعب رياضه وما بيصير لها شيء عندنا بتلاقيهم غير شكل بس هو اجمالا خوفا عليها او بخافوا عشان يعني حمل جديد بكريه بقول لك لا ما تتحركيش ما تقيميش بدايه بدها تهتمي في حالها هي في غذائها الحديد الفوليك اسيد عشان الاشياء اللي يعني واهم شيء زياره الطبيب بشكل دوري وهي هيك تهتم في حالها تشرب حليب تشرب يعني غذائها تهتم فيه شوية زياده اهم شيء بعدين ما تخاف يعني تكون هي محضره حالها من الشهر السابع تكون هي محضره حالها للولاده مهيئه نفسيتها اهم شيء نفسيتها نفسيتها بتلعب يعني بتلعب دور كبير كبير انه في صحتها وصحه جنينها لازم تدير بالها على حالها تشرب عصيرات تاكل شيء مغذي تاكل شيء هيك مشان الجنين يكون ببطنها كويس يعني شايفه ما بيكون ضعيف طبعا تتوجه للمراكز الصحيه للدكتور عن طريق التغذيه الغذاء الصحي المفيد وتتابع حركاتها حركات اللي ما تاثر عليها لما تضمل ما ياثر على حملها تكون دقيقه بشغل البيت والغذاء طبيعه تابع الغذاء اخذ العلاج الفوليك اسيد اللي بيعطوها اياه وتضلها مستمره مع الدكتوره المختصه تاعتها. واهم شيء الراحه النفسيه ما يكون عندها مثلا منغصات الحياه كمان ما تتعب حالها مهم جدا كمان نوعيه الغذاء زي ما قلنا تحافظ على نوعيه غذاءها النوعيه مش الكميه ما يزيد وزنها المتابعه الدوريه عند الطبيب طبعا هاي اهم شيء. اه تدير بالها على اكلها وشربها تلعب تمارين رياضيه. كيف يعني غذاء يكون سليم؟ متكامل ما يكونش تبعد عن الأملاح هذه أكثر شيء المضر للحوامل الأملاح والمخللات طيب دكتور اسامه خلينا يعني احب يعني خلينا نروح لمشكله بيعانوا منها النساء فتره الحمل وفتره ما بعد الحمل يعني نساء كثير اللي هي تشققات البطن وفي كثير من النساء انهم ما بيقدروا يتخلصوا من هاي المشكله ايش حضرتك بتقدر تنصح النساء في هذا الموضوع وكيف يتم تفادي هذه المشكله نعم بالنسبه لتشققات البطن بشكل عام التشققات تحدث في جسم الانسان في حاله ازدياد ونقصان في الوزن نعم يعني البطن بيكبر وبيصغر الفخذين يكبروا ويصغروا نعم. نفس الشيء الورك اه فهذا يحدث في حالات اختلاف الوزن في حالات الحمل وأيضا في حالات الرياضة الشديدة علاجها في حالة الحمل برأيي تبدأ من الأسابيع الأولى للحمل بأن المرأة تعرف أن هذه المشكلة قد تواجهها وفتقوم بعمل المساجات في النظام الغذائي الجيد خاصة فيتامين إي بيساعد كثير على عدم حدوث هذا الشيء وأيضا إيش تدليك البطن في وقت مبكر البطن الذي يحبل وينمو ينمو في وقت مبكر ببعض الزيوت وخاصه مثلا زيت اللوز. نعم. دكتور اسامه يعني احنا تقريبا حكينا عن رحله الحمل تفاصيلها الامراض يعني حابب يعني اروح بسؤال خلينا نقول هو السؤال الاخير وخاتمه الحلقه في مجال تخصصك او حتى مجال ابداعك والموضوع اللي انت بتحبه اللي هو اطفال الانابيب كحل للعقم ايش حضرتك بتحب تحكي لنا في الموضوع ها؟ وفي سؤال اللي هو شائع ما بين الناس بيحكوا انه اي طفل آه يعني خلينا نقول آه او حمل عن طريق الانابيب يجب ان يتم هناك الولاده عن طريق القيصريه هل هذا هذا يعني ال ال الكلام حديث يعني حديث خلينا نقول صحيح ام هذا خطا يعني بين الناس دارج آه شكرا لك دكتور محمود على هذه على هذا السؤال الجميل وهو اطفال نبيب اطفال الانابيب كعلاج العقم هو حل من الحلول وليس الحل الاوحد لا. اي كل حاله تفصل لها طريقه العلاج على حده في حال اذا تم الحمل عن طريق الاطفال الانابيب لا ارى ان هذا ملزم ان تكون طريقه الولاده بالقيصريه وانما الولاده بالقيصريه يكون بناء على وضع الام والجنين في تلك اللحظه وليس لا. بطريقه الحمل نعم طب اطفال يعني العلاج العقم بالانابيب يعني ما هي نسب نجاحه خلينا يعني نحكي وكيف تشجع الناس على هذا العلاج يعني علاج حديث العلاج بدايه ليس بحديث نعم فوق بس البيزري. يعني في بلادنا هو تطور تطور آه. جديد يعني خلينا نحكي يعني نتكلم في بلادنا مركز رزان من بدايه التسعينات ما شاء الله موجود وهناك مراكز أخر نعم. اخرى نعم ونحن في جامعة مستشفى جامعة النجاح الوطنية منذ تقريبا اشهر نعمل على هذا على هذا على انشاء هذه الوحدة ونحن تقريبا الان نستطيع ان نستقبل الحالات في خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله علاج العقم عن طريق اطفال الانابيب ارى ان مرة اخرى ان لا يتم الا اذا كان هو الحل الوحيد لمساعدة المرأة على الانجاب شكرا دكتور اسامه يعني احنا اليوم وصلنا لنهايه حلقتنا كانت حلقه جدا رائعه شيقه يعني ناقشنا فيها رحله الحمل ومعاناه النساء في هذه في هذا المرحله يعني اخيرا ماذا شو شو بتحب تحكي للنساء الحوامل؟ مرة اخرى اصر على رايي تمتعي في حملك واعتبريه ليس مرض وانما حمل جميل وكوني سعيده في لحظه الولاده وبتمنى لكم كل توفيق دكتور اسامه طبعا آه احنا اليوم حابين ان نقدم لك آه هديه آه مقدمه من آه فضائيه النجاح وشركه القدس للمستحضرات الطبيه على آه تواجدك معنا اليوم شكرا لك جزيلا دكتور اسامه شكرا الشكر لله ثم اليك دكتور محمود ولطاقم فضائيه النجاح اهلا أهل وسهلا شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لحلقتنا اليوم وموضوعنا المهم انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده وموضوع مهم اخر الى اللقاء